مشاهدينا، وللحديث أكثر عن محاولات تطبيع العلاقات بين العراق والكيان الصهيوني ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ أحمد صبري. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. نظم مؤتمر في محافظة أربيل لتطبيع العراق بين العراق والكيان الصهيوني، كيف يمكن تفسير هذا الحدث الذي بدأ يتكرر بعد مؤتمر أربيل الشهير العام الماضي؟ يعني ما جرى خلال اليومين الماضيين في شرم الشيخ هو امتداد لما جرى في أربيل قبل هذا التاريخ، وأيضا قبل عام. هذه سلسلة من المواقف تؤدي إلى التطبيع الشامل، وبالتالي يظهر لنا حقيقة هؤلاء الأدعياء محور المقاومة الذين يؤكدون باستمرار على حق الشعب الفلسطيني، ولكن هم يأتون ويمدون أيديهم إلى هذا الكيان الذي يبطش لهذا الشعب الذي يطالب بحقوقه. إذن مؤتمر أربيل العام الماضي والمؤتمر الذي جرى، اللقاء الذي جرى في شرم الشيخ، هو امتداد لسلسلة هذه الخطوات المؤدية إلى التطبيع. أيضا آلة الإعلام الإسرائيلية والدوائر الحكومية كذلك تشاركت مع إعلام الميليشيات حول التركيز على أن شيوخ العشائر هم من نظموا مؤتمر أربيل اليوم. لماذا لم نسمع من إعلام الميليشيات بعد أن بات التطبيع من رجالها في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ؟ نعم، هؤلاء حقيقة يقطفون أثر محور المقاومة في لبنان الذي وقع اتفاقية مع الكيان الصهيوني وبدأت عمليات التطبيع في إطار الترسيم الحدودي. من هنا تأتي مواقف الميليشيات وقادة هؤلاء الذين يرفضون هم وأعلام الكيان الصهيوني هذه الأساليب التي تؤدي حتما إلى فتح صفحات جديدة مع الكيان الصهيوني، خصوصا وأن هناك دعوات كثيرة تتكرر في هذا الإطار. طيب، ألا يصب عقد هكذا لقاءات في مصلحة قادة الميليشيات الموالية لإيران؟ يعني مثلا مقتدى الصدر على سبيل المثال طالب باعتقال الشخصيات المشاركة في مؤتمر أربيل، لماذا لا يطالب اليوم باعتقال المسؤولين الذين طبعوا مع الصهاينة في شرم الشيخ؟ يعني هؤلاء يعتقدون أن الذي يجري حاليا هو امتداد لهذه الخطوات، لذلك هذا الإعلام الثنائي بين الطرفين يشير إلى أن الميليشيات ربما أعطت الضوء الأخضر في عملية جلسة النبض، وبالتالي الإعادة لممثليها بالاجتماع واللقاء، اللقاءات السرية والعلنية مع أدعياء التطبيع. طيب، هنا أيضا نائب رئيس الوزراء السابق بهاء العرجي صرح منذ عام أن قرار التطبيع سيصدر من النجف، هل صدر القرار بالفعل وبات على حكومة السودان وشركائها من الأحزاب والميليشيات أن تطبع مع الاحتلال الإسرائيلي؟ كل شيء جائز في المشهد العراقي، وربما هذه إشارة واضحة لهؤلاء في عملية التطبيع، خصوصا وأن المنهاج الحكومي، البرنامج الحكومي لحكومة السوداني لم تتطرق إلى الكيان الصهيوني وإلى موقف العراق من القضية الفلسطينية. ما يشير إلى أن هناك طبخة، وربما هناك تسريبات تشير إلى أن التطبيع قد بدأت مراحل الأولى والأخيرة في هذا الإطار. من عمان الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ أحمد صبري، شكرا جزيلا لك.